هل التصوير بالفيديو يدخل في التصوير المحرم؟ كله سواء، تصوير عام. قال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. كله هذه عامة تشمل التصوير في الفيديو والتصوير بالورق والتصوير بالجدران والتصوير في أي شيء، تصوير باليد أو بالكاميرا، كله يسمى تصوير، يدخل في عموم قوله: كل مصور في النار. نعم.